FM. الكلمة ليك. شوف باش نقول اكثر شويه من باقي قيس في موضوع الطاقه. العالم ينتج 92 مليون برميل يومي من نفط. تونس تنتج على كلام السيد الوزير البارح 44 الف برميل يومي. يعني تونس تنتج 0.002% من منتوج العالم. التسعة 92 مليون برميل ناقص 44 الف ما فيهم حتى مشكله في العالم الكل. كلهم امور مقننه معروفين وقتاش ينتجوا البواخر سعر وبورصه الامور منظمه. ما ثم مشكل في العالم كان في هال 44 الف برميل اللي ثم في تونس. يعني تقولش عليه طالع برميل زيت زيتونه يعني اللي خاطر تعرف زيت زيتونه بالبرميل اغلى من زيت النفط هذايا. طبعا يعني في وقت من الاوقات كان ثم يعني خطاب شعبوي لاستدراج بعض من اطياف الشعب الى منظومه واضحه. هؤلاء هم السراق وهؤلاء هم الضحايا. وعلى الضحايا ان تنهض وان تاكل وان تنهش لحم السراق. الكلمة ليك.